أيضا من ضمن أسئلة السائلة أم سالم من سلطنة عمان تقول: إنني أنجبت حتى الآن 8 من الأطفال وأريد أن أخذ مانعا للحمل، فهل يجوز وماذا أفعل؟ إني أتعب مع الحمل جدا. هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الطبيب. نعم. إذا قرر الأطباء أن الحمل يضرك مضرة ظاهرة فلا مانع من أخذ ما يمنع الحمل إذا أذن الزوج بذلك. أيضا لا بد من رضا الزوج في هذا. أما إذا كان المقصود أنك تجدين مشقة من الحمل ولكن ليس هناك خطورة فلا يجوز لك أن تتعاطي ما يمنع الحمل، لأن الحمل مطلوب والإنجاب مطلوب، ولا شك أن الحامل تلقى مشقة ولكنها تصبر. قال الله سبحانه وتعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفي صاله في عامين. لابد من المشقة ولكن الوالدة تصبر وهي على أجر عظيم. نعم.